أذكر لكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأول عمل بعد الهجرة ببناء مسجد قباء. وعندما دخل المدينة أول شيء بدأه هو أن بنى المسجد. المسجد النبوي الذي نصلي فيه اليوم، الذي حج منه من واعتمر لعله زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والروضة الشريفة التي بين المنبر وبين البيت، هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان ذلك هي مساحة المسجد الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى الصحابة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميص وكان كتفه هذا مكشوف، وعندما يحمل الحجارة ويحمل الطين يؤثر ذلك في كتفه، فقال له الصحابة: يا رسول الله اجلس، نكفيك نحن العمل، ما تحتاج. قال: لست أنا يعني مستغن عن الأجر، أنا مثلكم في حاجة إلى الأجر، رغم أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه لعلمه بمكانة بناء المسجد عند الله تعالى أراد أن يأخذ أجرا فيزداد به رفعة ودرجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. وعندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ماذا أصبح مسجد النبي؟ هل أصبح مكاناً للصلاة فقط؟ وهو هذا موضوع الدرس. هل أن المسجد هو فقط مكان نصلي فيه وعندما نسلم نخرج ونغلقه كما في أغلب بلاد المسلمين للأسف الشديد؟ ولو كان للمسجد الدور الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابع التابعين، لكان المسلمون قمة في الحضارة كما كان. عندما كان للمسجد دور في الإسلام حكم المسلمون العالم 1000 سنة، 1000 سنة، حتى ضيق دور المسجد وأصبح مصلى كمصلى اليهود، كمصلى النصارى، مكان يذهب إليه الناس يصلوا ركعات ثم يغلقونه ويخرجون، فأصبحوا أشبه باليهود والنصارى وابتعدوا عن دور المسجد. أما المسجد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فله مواصفات، وهذه المواصفات هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا. وفي رواية يعني كعش أو كفحص قطار، كعش عصفور صغير، حتى وإن كان مسيد صغير. والذي زار بلاد المسلمين، اللي زار سمرقند أو بلاد الهند أو حتى تركيا، تجدون أنا صليت في مساجد تأخذ 5 أشخاص فقط، مسجد صغير بناه واحد من المغفرة. بل في مرسيليا من حوالي 20 سنة أو أقل، من حوالي 16-17 سنة، علمنا أن البلدية تريد تحطيم مسجد قديم، فذهبنا وجدناه مسجد 4 أمتار على 3، صغير جدا ولكن مبني على الطريقة العثمانية. قلنا: لمن هذا؟ قال: هذا عندما كان القراصنة قطاع الطريق قطاع البحر يمسك بهم، يعني الناس في مرسية كانوا أغلبهم من المسلمين فكانوا مسجونين في سجن هنا قريب، ولكن السجن انتهى يعني دمر، وبقي المسجد الذي يصلون فيه، كانوا 4 أو 5 فيصلون فيه. فاشترينا نحن ذلك يعني ورثناه وتركناه كأثر على وجود الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. فالنبي قال: من بنى لله مسجدا بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وما أدراك بالبيت؟ أي بيت هذا؟ بيت في الجنة. ومن الذي بناه؟ بناه الله سبحانه وتعالى. بل أن المسلم يمر على الصراط وقد ارتكب من الذنوب ومن المعاصي ما يجعل نفح النار وكلاليب جهنم تمسك به، فعندما يأتي الكلاب لينهش من لحمك ويأخذك في النار
تأتي صفيحة يعني قطعة حديد تمنع الكلاب من أن يمسكه، تمنع الكلاب، أنا أحميه. إيش مكتوب على هذه القطعة؟ مكتوب عليها 10 يورو تبرعت بها في 2000 مقمار المسجد كوردوبا أو مسجد كولومب أو مسجد نونتير أو مسجد. أنت نسيت 10 يورو، 5 يورو، ولكنك أعطيتها خالص القلب لله سبحانه وتعالى. فتأتي يوم القيامة تمنع النار من أن تضر. ثم إذا دخلت الجنة وقد ساهمت في بناء مسجد، قد شاركت سواء بالمال، سواء بالرأي، سواء خرجت أنت تجمع الأموال، سواء بالتشجيع شجعت الناس، سواء بالتثبيت تثبت الناس، أنتم عندكم مشروع الله يجزيكم خير، الله يوفقكم، ولكن لا تسعى للإحباط، لا تسعى للتثبيت، لا تسعى لتأخير العمل. إذا ساهمت في ذلك بجهدك، بوقتك، بعقلك، بعملك، فإن الملائكة تأخذ بيدك عندما تدخل الجنة وتزورك بيتا كأنه درة، درة جوفاء يتلألأ ضوء أحمر أخضر أصفر حتى تظل مشدوها إليها أيام وأنت تنظر إلى هذا الجمال، وتقول ما هذا؟ تقول الملائكة هذا بيتك الذي بناه الله سبحانه وتعالى لك، لأنك بنيت لله مسجدا في الدنيا. ولكن لن يكون ذلك الجزاء إلا إذا كان ذلك المسجد بالمواصفات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المواصفات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من المسجد هو مقر الحكومة. تعرفوا في البلاد الإسلامية فيه أحياء في العواصم، هذا حي السفارات، وهذا حي الوزارات، وهذا تجد الوزارة الأولى حولها مع سجن الوزارات، وهذا التكة العسكرية أحياء، وتجد يعني السوق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مجمع الوزارات ومجمع السفارات ومجمع الإدارات كلها في المسجد. المسجد هو لوتيل ماتينيو، وهو البالي دي ليزي، وهو التولي مينيستير إمام توتليز الغسالة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعقد اجتماعاته لتسيير أمور المسلمين أي في المسجد، يستقبل الوفود يعني يستقبل السفراء، يستقبل القادمين من القبائل العربية التي أسلمت أو القبائل العربية التي لم تسلم، من القبائل الفارسية، من الرومان، من كل الناس يستقبلهم أي يستقبلهم في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يتصرف كرئيس الدولة كحاكم، تجده لابس قميص جبة مع المسلمين، فإذا علم أن وفدا من الوفود قدم عليه يدخل عليه الصلاة والسلام إلى حجراته وهي في جنب المسجد، فيلبس لباس الرئيس، يلبس لباس آخر. لماذا؟ لأنه يمثل دولة الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد ألوية الحرب في المسجد. يعني من أين تنطلق الجيوش؟ لا تنطلق الجيوش من الثكنات، الذي ينطلق من الثكنات هم العمدة، يعني الدبابات والطائرات والمزنجرات، أما القادة، قادة الجند ينطلقون من المسجد عندما يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده كان أبو بكر، وبعده كان عمر، ثم كان عثمان، ثم علي، ثم كان الخلفاء كلهم من بعدهم يعقدون ألوية الحرب في المسجد، ويخطبون وينصون الجيش وينصون القادة وهم في المسجد. ولذلك كانت المسلمين عندما يدخلوا إلى 10 معارك ينتصروا على الأقل في 9 منهم، وإذا لم ينتصروا في معركة من المعارك فليس بسبب قوة عدوهم ولكن بسبب ضعف إيمانهم، كما حصل في أحد، كما حصل في حنين، وقد جاء القرآن ليلقن دروسا للمسلمين. فالمعركة التي تخرج من المسجد، الجيش الذي يخرج من الجامع، لا يمكن إلا أن تصحبه البركة، لا يمكن إلا أن تشهده الملائكة، لا يمكن إلا أن يبارك الله سبحانه وتعالى. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
على عقد اجتماعات الحكومة وعلى استقبال الوفود والسفراء وعلى عقد ألوية الحرب، ولكنه كان يعقد الزواج في المسجد ويقول: اعملوا الزواج في المساجد واضربوا عليه بالذفوف. بل كان يصلي على المرضى، كان يمرض المرضى كما في الحديث الصحيح المري عندما أصيب سعد رضي الله عنه جرح، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه في المسجد حتى يكون قريبا منه حتى يعود ويداويه ويدعو له. ولم يكن المسجد فقط فيه المستشفى وفيه الوزارة وفيه السفارة وفيه التكنة، بل أن فيه مكان اسمه الصفة، كان يأتيه المعدم المسكين ابن السبيل المحتاج فينام هنا، يأكل هناك ويشرب وينام. ومن أهل الصفة رجل مشهور، وهو الذي أوصل لنا أكثر من 3000 حديث، أبو هريرة رضي الله عنه، كان من أهل الصفة وكان دائم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، كان تكية، كان ملجأ، كان مأوى للمسكين للمعدم. ولم يكن بين الرجال وبين النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجز، ما كان فيه لا سور ولا رداء ولا، يعني عندما فسد إيمان المسلمين، عندما فسدت قلوب المسلمين، عندما دخل في عقولهم وقلوبهم، صاروا يجعلون النساء في مكان آخر قد لا ترى أصلا، إما في القاعة تحت أو القاعة فوق أو في مكان مخفي عليه. لكن لم يكن بين النساء وبين الرجال حتى حاجز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء فقط في الوراء. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء عندما يقوم هو من السجود أن لا يقمن مباشرة، يتأخرن بعض الثواني قليلا. لماذا؟ لأن كان الأعراب الذين يصلون كثير منهم لا يلبسون السراويل، فقد تكتشف عورته وهو ساجد. ولو كان بين النساء وبين الرجال حاجز ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء. فكان المسجد كذلك مكانا يأمه النساء والرجال، مكانا يأمه الأطفال، ولكن بآداب المسجد، بأخلاق المسجد. ثم كان المسجد هو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون للعلم وللتعليم. يتعلم من أين تخرج الأستاذ الدكتور؟ لو كان شهادات الآن لأعطي له أستاذ دكتور، ليس دكتور، دكاترة. أنا مرة زرت الكويت وجدت على باب واحد مكتوب الدكاترة محمد علي صالح، قلت يعني شو الدكاترة؟ إما الدكتور محمد علي صالح، قال لا، هذا دكتور عنده شهادتين دكتوراه، فكاتب دكاترة. أي سبحان الله، من أين تخرج عبقرية الإسلام عمر؟ من أين تخرج صديق الأمة أبو بكر؟ من أين تخرج أمين الأمة أبو عبيدة؟ من أين تخرج فقيه الأمة معاذ؟ من أين تخرج بليغ الأمة علي؟ من أين تخرجوا؟ تخرجوا مسبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في مرضه الذي توفي فيه كان يرفع الستار وينظر فيرى في المسجد حلقة الذكر، حلقة هنا للفقه، وحلقة هنا للحديث، وحلقة هنا للتفسير، وحلقة هنا للحفظ. فكان هو مريض يبتسم قل الحمد لله رب العالمين. ثم إذا أقيمت الصلاة يقوم فيصلي بهم أبو بكر، فينظر النبي يرى كل الحلقات اجتمعت وصلى. لم يكن المسجد مدرسة، بل كان جامعة، فيه كليات للفقه وللحديث لكن كان فيه كليات للطب وللهندسة والرياضيات وللتاريخ وللجغرافيا. من الذين صنعوا العلم الذي يمشي عليه الغرب اليوم؟ لا تسمعوا كلام الغربيين. أنا تربيت في الغرب وعشت في الغرب وكل شهاداتي، وأنا مهندس في الإلكترونيك، كله أخذت من الغرب، ولكن أعلم علم اليقين لأني درست معهم أنهم مدانون إلى الإسلام والمسلمين بكل قواعد العلم الحديث. لا يمكن للناس اليوم، المفروض فيه يعني مركبة تنزل اليوم أو غدا على مارس على المريخ، بعثتها الناسا في شهر نوفمبر، ما كان لهم أن يصلوا لذلك لو لم يخترع المسلمون خارطة الكواكب، لو لم يخترع المسلمون العمليات الرياضية الحسابية، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك لو لم يخترع المسلمون قواعد الطب التي تحافظ على الجسم وتجعله يصمد في كل مكان وفي كل فضاء وفي كل زمان.
ولكن لم يصل المسلمون إلى هذه القيادة العليا للإنسانية وفي كل مجالات الحياة لم يصلوا إلا عندما تخرجوا من المسجد. ولذلك المغاربة، ليس مغاربة اليوم، أجدادهم الذين كانوا فعلاً بنوا مسجد، ولكن ليس مسجد كالمساجد، جعلوه جامع، مسجد القروي، جامع القروي، وأصبح أكبر جامعة إسلامية خرجت أكبر الجهابذة والعلماء الذين لا يزال العالم عالى على علمه. وكذلك بنيت الزيتونة في تونس، مسجد جامع الزيتونة، وهو أول جامعة فتحت في العالم. الغرب لا يعرف كلمة جامعة ما معناها، ولا مدرسة ولا شيء. إذا كانوا يأكل بعضهم بعضا، كانوا يعيشون في الأدغال. عندما بنيت أول جامعة بمصطلح جامعة، باسم جامعة، ثم الأزهر الشريف في مصر، مسجد الأمويين في دمشق، مسجد المنصور في بغداد، مسجد سمرقند، توب كبير اللي كان يعني بعد ذلك أصبح قصرا للخليفة في إسطنبول، وهو الآن أكبر متحف في العالم. كانت جامعات يتخرج منها العلماء، بل يأتي، بل أن ثلاثة أو أربعة من الباباوات الذين حكموا الفاتيكان وكانوا باباوات النصارى تخرجوا من جامعات المسلمين، بل أنهم درسوا النصرانية في جامعات، لكن درسوها في جامعة في كومبوس، درسوها في المسجد، لأن المسجد كان هو الجامع. فعندما كان المسجد فيه الكلية وفيه المستشفى وفيه التكنة وفيه الوزارة وفيه السفارة وفيه الشؤون الاجتماعية وفيه التكية وفيه كل شيء، خرج المسلمون للعالم قادة. خرجوا من أين؟ خرجوا مما ذكرت في أول حديث، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فنحن عندما نريد بناء مسجد هنا في كورديفوار لا نريد قاعة للصلاة. لذلك الإخوة لما أرسلوا لي المخطط، يعني عندهم أربع قاعات للدراسة، وعندهم مكان قاعة للمحاضرات، وعندهم مكان للنساء، وعندهم. وأنا دائما أشير على الإخوة في الجمعيات الإسلامية، الذي يريد يعمل مسجد ويعمل جنبه أو بعيد عنه مدرسة، كلهم لا، أعمل المسجد وأعمل فوقه أو ملاصق فيه المدرسة. يجب أن نعود إلى أن نجعل المدرسة في الجامع، وليس العكس، أن نجعل المسجد في المدرسة. تجد مدرسة كبيرة وفيها قاعة للصلاة، ما فعل النبي ذلك؟ النبي فعل قاعة للصلاة وجنبها مدرسة، وجنبها مستشفى، وجنبها تكنة، وجنبها كذا، وجنبها كذا. بل كانوا يعقدون مواعيدهم، فين يلتقوا؟ يلتقوا في الشانزليزيه، يلتقوا في الأوبرا، يلتقوا فين؟ يعمل مواعيد. مواعيدهم أولا كان بالوقت، نلتقي، مش نلتقي الساعة 4 أو 7، نلتقي بعد صلاة العصر، نلتقي قبل صلاة الفجر، نلتقي بعد صلاة العشاء، حتى الله ذكر ذلك في القرآن، مواعيدنا بالصلوات. ونلتقي أين؟ نلتقي في الجامع، والجامع هو الذي نفتقد فيه. فلان مريض ندعو له، فين فلان؟ زار أمه، الله يوصله بخير ويرجع بخير. فين فلانة؟ والله ولد ما شاء الله مبروك عليه. في المسجد نرى الناس. فإن شاء الله في كربه، وعندما نريد بناء المسجد نريد أن نحيي هذه السنة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي القلب النابض بالإسلام، هي التي ستحافظ على أولادكم ونسائكم وأنفسكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نكون من الذين يساهمون في بناء هذه المساجد، حتى يمني الله سبحانه وتعالى لنا عنده بيتا في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال لهم ماذا تريد؟ فنظروا إلى الجبل حولهم، وكان في ذلك الزمان أفضل ما يكسبه الناس هو الجبل، وأفضل الجمال، أفضل الجمال هي الناقة، لأن الناقة تلد وتعطي الحليب وتعطي الأولاد. فقال لهم أريد أن ينشق هذا الجبل عن ناقة عشرة، أريد ناقة لكن تكون حبلة. وهم يعتقدون أن هذا طبعا لن يكون، قضية غير ممكنة، وأن يكون طولها كذا وعرضه كذا وكذا، وأعطوهم وصفا. فقال له صالح عليه السلام: هل ينفع عنك ذلك ما أمرت؟ إذا أجبت بما طلبت منك
وانشقت الصخرة، انشق الجبل وخرجت منه ناقة عشرة حامل. فالله سبحانه وتعالى حتى يشرف هذه الناقة نسبها إليه، قال ناقة الله وسقياها، يعني عندما يريد الله تكريم حيوان أو عبد أو مخلوق أو شيء ينسبه إليه، ولذلك شرف المساجد بأن نسبها إليه. قال عز وجل وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فحتى يبين الله سبحانه وتعالى أن المسجد له قيمة، له درجة، له شرف عنده سبحانه وتعالى. ولكن المسجد في الإسلام عنده خصائص ليست في المساجد. اليهود لا يجوز له أن يصلوا إلا في مكان واحد الذي هو خيمة العبادة. كانت عندهم خيمة من عهد موسى عليه السلام وعهد هارون، كلما انتقلوا ينصبوها وهي التي أمامها وضعين طاولة تذبى عليها القرابين، وفي داخل الخيمة هناك التابوت فيه التوراة وفيه الألواح، ويصلون في تلك الخيمة. وكلما انتقلوا من مكان إلى مكان نقلوا الخيمة معهم، حتى عندما استقروا في بيت المقدس في القدس بنى سليمان عليه السلام بناء حجريا خيمة دائمة، وهو ما يسمى بهيكل سليمان أو معبد سليمان. ولا يجوز لليهود أن يصلوا إلا في ذلك المكان. ولذلك اليهود اليوم الذين يصلون في السيناغوغ لا يعتبرون صلاتهم هي الصلاة الصحيحة، يعتبرون تلك الصلاة هي صلاة مؤقتة في انتظار أن يعودوا إلى المعبد، أن يعودوا إلى الهيكل. مثل المسلم الذي عندما لا يجد الماء أو لا يستطيع أن يتوضأ يأخذ عوضاً عن ذلك التيمم، ولكن التيمم ليس هو الوضوء وإنما هو بديل مؤقت للوضوء. وكذلك السناجر هي بديل مؤقت للمعبد. وكذلك النصارى لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في مكان واحد وهو الكنيسة. وأصل الكنيسة، كلمة كنيسة يعني باللغة اللاتينية إجليز، أصلها من الإغريقية من اليونانية إجليزية التي هي قاعة الاجتماع. كان النصارى يختفون ويجتمعون في تلك القاعة، ولما ظهر أمرهم أصبحت قاعة الاجتماع السرية أصبحت قاعة الصلاة، وصاروا يبنونها على شكل صليب. لو تشوف الكنائس هنا تجدها على شكل صليب. ولذلك لا يصلي النصارى في خارج الكنيسة ولا يصلي اليهود في خارج السنغال. أما المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وخصهم بأشياء لم يخص بها أمة من الأمم، أعطاها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى خصني من بين الأنبياء بأشياء كثيرة، ذكر منها خمسة، من بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسلم حيثما حان وقت الصلاة في أي مكان كان، حتى وإن كان في الجملاز بتاع كورنوا، يتجه إلى القبلة ويصلي، ويعتبر ذلك المكان مصلى تحضره الملائكة، ويتباهى به الله سبحانه وتعالى في السماء. فكل مكان في الأرض يعتبر مسجد المسلم، والأرض نفسها تهون. إذا أردت أن تتوضأ ولم تجد ماء وجدت حجر تتيمم عليه، وجدت طين تتيمم عليه، وجدت تراب تتيمم عليه. أي مكان في الأرض يعتبر طاهرا للمسلم، وأي بقعة من الأرض تعتبر مسجدا للمسلم. إلا أن هذه المساجد هي مساجد مؤقتة للصلاة فقط، ولذلك لا
تسمى بالمسجد أو بالجامع، وإنما تسمى بالمصلى، لأنها تحصل الصلاة فيها في مناسبات، يعني ليست باستمرار، مثل مصلى العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب أن يخرج الناس، حتى المرأة الحائض تخرج لصلاة العيد. ويسمى المكان الذي يصلي فيه المسلمون يسمى المصلى، لكن ما نسميه مسجد، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ونسبه إليه، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هو المسجد الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه أول ما دخل للمدينة، أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لما وصل إلى ضاحية المدينة، لم يصل بعد إلى المدينة، وصل إلى قرية صغيرة اسمها قباء أو قباء، عند ذلك جعل بالحجارة وبجريد النخل مكانا سماه مسجد. أول شيء قبل أن يفعل أي شيء بنى مسجد قباء، وهو المذكور في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وما زال مسجد قباء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما إلى اليوم، وبقي في قباء حوالي أسبوعين 12 يوم، ثم دخل المدينة. أول ما دخل المدينة، قبل أن يجلس، قبل أن يستريح، قبل أن يأكل، قبل أن يفعل أي شيء، ماذا فعل؟ اختار، بدأ ببناء المسجد. قال للناقة: اتركوها فإنها مأمورة، أينما تترك الناقة فذلك هو مكان المسجد. فبركت الناقة في مكان فيه قبور قديمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها ونقل عظامها إلى البقيع، وبنى مسجده. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل بنفسه الحجارة على كتفه، يعني لم يكلف الأرشيتك، يعني هو كان يبني ويساهم بنفسه في حمل التراب وحمل الجريد وحمل الأعواد وحمل الحجارة. لماذا فعل النبي ذلك؟ لأهمية المدينة. سوف نفصل في ذلك إن شاء الله بعد أذان العشاء. فليتفضل المؤذن.